إجلالا وإكراما على أرواحهم الطاهرة وجميع أرواح شهداءنا الأبطال. أننا على نهجكم سائرون حتى النصر الرحمة لشهدائنا. لم يقبلوا بالحوار بل قبلوا بلغة السلاح رغم الهجمات الشرسة في شمال وشرق سوريا. هناك مقاومة كبيرة. سوريا هو تهديد الإنسانية بحد ذاته، ونحن أكدنا وقيادة كمان أكدت وكانت مختارة أما أن تحمي مصالحها، ولكن قررت أن تحمي شعبها على أن تحمي مصالحها. تخاذل قادة العالم وتخليهم عن قوات سوريا الديمقراطية، قوات الذي حمت العالم، قوات التي قاتلت الإرهاب، قوات التي ضربت على أقوى تنظيم إرهابي بالعالم، اليوم يتنازلون عنها. تنازل عن قوات سوريا الديمقراطية يعني تنازل عن أمن وحماية كل الإنسانية على وجه الأرض. لذلك الحدودية 8 أيام لن يستطيعوا أن يدخلوا عليها ولن يستطيعوا نهائيا. الحرة هي ثمرة إرادة الشهداء. الاسم الحركي خالد، الاسم والكنية شعلان الضبعان، اسم الأب. الله أكبر.